ديك والقط حكاية من التراث الإنجليزي. هذا المنزل الكبير هو منزل عائلة فيتزورن الثرية. حسنا هذا يكفي. ديك! نعم. ماذا تريدين؟ ها ماذا؟ هل غسلت الأطباق؟ نعم. والثياب؟ غسلتها. أنت تعلم بأن كلمة واحدة مني إلى السيد وتفصل. حقا؟ سأصبح جميلة جدا وسيحوم حول الرجال. يا إلهي. كيف وصل القط إلى هنا؟ متأسف، لم أعلم بوجودك. لابد أن الماء بارد. أنسة إلسي، مرحبا بك. إنه قط جميل. طبعا جميل. من المؤكد أن بيتي تجبرك على العمل. سوف أطلب من والدي أن يفصلها. لا تهتم، لا حاجة لذلك، تعلمين بأني أحب العمل. أنت طيب جدا. لا بأس. تفضل خذ قطعة. خذ. تبدو لذيذة. ألست ربة بيت جيدة؟ ها؟ اسمع، سنقسمها إلى قسمين، واحدة لك وواحدة لي. وهكذا أصبح صديقين حميمين وسمي القط توم. بعد عدة أيام استدعي ديك من قبل السيد فيتزورن. أنت ولد ذكي ولديك الرغبة في معرفة الأشياء الجديدة، ليس كذلك؟ كانت لدى السيد فيتزورن باخرة كبيرة، وكان يتاجر مع جميع دول العالم حاملا بضاعة على ظهر باخرته. وطلب السيد فيتزورن من ديك أن يبحر على الباخرة كخادم. ما رأيك؟ أبحر على الباخرة؟ ديك لن تستطيع. يا آنسة إلسي، أنت تعلمين بأن على الرجل أن يتعرف على العالم وما فيه. أنا قبطان الباخرة وأظن أن هذه فرصة جيدة لديك. ولكن ذهب ديك وامتلأ قلب إليس بالحزن لأنها تعزه كثيرا. لا 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 Meow! 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 Me
بك أخيرا أيها الجبان. حقا هذا أنت، ماذا أفعل بك؟ ماذا؟ بعد الاستئذان من القبطان أصبح توم أحد أفراد الملاحين، أو بالأحرى قط الملاحين. يا اليابسة، وصلنا الساحل الأفريقي. لقد استغرقت الرحلة وقتا طويلا إلى أن رأوا ميناء. أهلا بأصحابنا البحارة، كلوا واهنأوا وارتاحوا. أهلا بكم. في تلك الليلة رحب تاجر كبير بطاقم السفينة ودعاهم إلى احتفال فخم. يا للوليمة، لتحيا الصداقة فيما بيننا. أيها البحارة الطيبون، أهلا بكم، أتمنى أن تعودوا بالسلامة. رائع. كما رأيتم، لقد امتلأت المدينة ومنذ سنين عديدة بالفئران. لقد حاولنا استعمال المواد السامة دون جدوى. إذا استطاع أحدكم أن يخلصنا منها فسوف أعطيه نصف ثروتي. ماذا؟ دون مزاح، هل ستلاحق الفئران؟ انتظر، إنه ليس فأرا واحدا. من هذا؟ قل لي. صديق القط. نعم، إنه إنه بارع في صيد الفئران. هل هذا صحيح؟ حسنا، سوف نتركه ليحاول وسوف نرى. هيا يا توم، كن قويا وتصرف بشجاعة. هيا. وبهذه الطريقة نجح ديك واستلم نصف ثروة التاجر، ولأنهما صديقان حميمان فقد تقاسما كل شيء بالتساوي. شكرا لك يا توم، أستطيع الآن أن أدفع مصاريف دراستي. حبيبتي.
منذ ذلك الوقت وأفراد الشعب ينادون ديك مقرونا باسم القط توم، لأنه وبعد فترة قصيرة أصبح ديك رئيسا لبلدية لندن، وتخليدا له ولقطه وضع هذا النصب.